مانيش عارف غنوان دوك نقول لك جبوني ماتت ولا حيت لوكا غير جابوني ميتة ماتت وقالوا ماتت نبكي عليها نزكي ما تفنت بابا وتفنت عجوزتي راني نساها ما عنديش الملايين دخلوا لي بنتي ولا عندي قصر بدوا لي بنتي. 8 أيام تمر عن اختفاء شهناز بؤنم التي لا يتجاوز سنها 15 سنة القاطنة بعين طايا بالعاصمة. عيطوا لي بتليفون غير بيبولي بتليفون بقى أنا نجي ندي بنتي وحدي ونسمح لكم اليوم الدين نسمح لكم 8 أيام مانيش ربي عاطيني العقل وراني صابرة حرقوني لما امبوسيب باش نوقف على رجلي ما قري عييت ما قري راني في السبيطارات هاني نروح ندير تشكيك ونعاود نولي باش راني نمشي. تحقيقات فتحتها مصالح الدرك الوطني لفك لغز اختفاء شهيناز بعدما أخذت القضية أبعادا خطيرة وتسربت معلومات تشير إلى أن جماعات أشرار وراء عملية الاختفاء القسري. كاين عصابة كبيرة راهي موراها يكلخوا البنات يعطيو لهم لا دروغ ويدخلوهم في واحد في واحد في واحد الامر ما في هذه يعني انا على حساب المعلومات اللي لحقوني واش راهم يديروا بها. الطفله راهي كي روبو درك الطفله كاين اللي شافوها كاين وتقدمت للسلطات وقدمت لهم الاخر تاعي كرام شربي الهالي قوت راهي كي روبو تمشي ما على بالهاش صغيره عاقله ترونكيل كيف الارهاب تقولهم شويه جماعه مخدرات ما تقولهمش. هذا ودعت عائلة الطفلة المختفية الشعب الجزائري والمسؤولين للتضامن معهم والعمل من أجل إعادتها لذويها.